السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا طابل دو ميتيبليكاسيون. غادي نشوفوا فيها اون ميثود تري سامبل بور ابراندر فاسيلمون هاد لا ميتيبليكاسيون. داكور، اون كومونس. الوغ غادي نبداو بلا طابل نيميرو 2. الوغ هنايا ديجا كتبت 2 فوا 0 2 فوا 1 جوسكا 2 فوا 54. الوغ باش نشوفو بأن هاد لا ميثود ماشي غير حد ماشي غير حد 10، ولكن كتبقى في كاع لا ميتيبليكاسيون بار 2 في كاع الأعداد كاملة جوسكا لانفيني. الوغ أول حاجة بالنسبة للعشرات غادي نكتب كل رقم 5 د المرات، يعني غنبدا 0 0 0 0 5 fois 2 5 fois 3 5 fois 4 5 fois 5 5 fois etc 6 7 8 9 10. ثانيا pour les unités ou les wahadat. Alors شنو غادي ندير؟ غادي ندير هنايا 0 2 4 6 8. Alors 0 2 4 6 8. اذا هاد السلسله هادي هاد لا سويت دو نومبر هي اللي خاصنا نعقلو عليها. 0 2 4 6 8 ما كنظنش ان شي واحد ما حافظش هادي. هادي كتكرر 0 2 4 6 8. اذا هاد السلسله هادي كتكرر 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 اكسيتيرا 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 الى اخره. اذا جينا نراجعو 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, d'accord, jusqu'à 90, 92, 105, 100, 102, 104, 106, 108, où est-ce que nous avons 0, nous avons 11, à dire 11 ou 0. هي 110، 11 و 2 هي 112. وحنا غادي دونك هادي بور لا طابل دو ميتيبليكاسيون 2. دابا غادي ننتقلوا لجدول الضرب في 3 لا طابل دو 3. الوغ اول حاجه غنبدا بالعشرات. في العشرات تنديروا ديك الطريقه ديال 4 3 3 بحال داكشي ديال كره القدم. بون شنو هي هاد 4 3 3؟ اول الارقام كنديروا 4 منهم، كنكررهم 4 د المرات، يعني 0 4 د المرات، 1 3 د المرات، 2 3 د المرات، 3 4 د المرات، 4 3 د المرات، 5 3 د المرات، 6 4 د المرات، يعني 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4. وحنا غاديين هكا الى اخره. الوغ كتبت عدد كبير ديال جدول الضرب، ما حفظتش حتى 10، باش تعرفوا بان هاد لا ميثود صالحه لجميع الاعداد اللي غنضربوهم في 3 جوسكا بلس لانفيني، يعني ما كاينش شي كونتراديكسيون في الاعداد الكبيره. داكوغ، هادو العشرات سهله الطريقه، يعني 0 كيتعاود 4 د المرات، 1 3 2 3 3. واحد الملاحظه، غير المضاعفات ديال 3 هما اللي تيتكرروا 4 د المرات، يعني 3 6 9 12 15 الى اخره. دونك 4 3 3. ننتقلوا للوحدات لي زونيتي. الا في الوحدات خصنا نحفظوا غير السلسله ديال 0 3 6 9 داكوغ، غير هادي 0 3 6 9 هي اللي كنحطوها هي الاولى. من بعد الطريقه باش نلقى الاعداد اللي وراهم، كننقص واحد من 3 تيعطيني 2، كنقص واحد من 6 كيعطيني 5، كنقص واحد من 9 تيعطيني 8. دونك هاد 2 5 8 هما اللي غادي نحط هنايا. بنفس الطريقه غادي نقص واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، غاتجيني 1 4 7. دونك 2 ناقص 1 1، 5 ناقص 1 4،
8 ناقص 1 7 دونك هاد 1 4 7 هي اللي غنحط هنايا. من بعد عاوتاني غنقص 1 1 ناقص 1 0 4 ناقص 1 3 7 ناقص 1 6 0 3 6 يعني رجعت للسلسلة الأولى. إذا غنحط 0 3 6 9 هنايا حيت عندي 4 الأرقام. وغادي نعاود نقص 1 من 3 نقص 1 من 6 نقص 1 من 9 وأنا غادي. إذا 3 ناقص 1 2 6 ناقص 1 5 9 ناقص 1 8 2 ناقص 1 1 5 ناقص 1 4 8 ناقص 1 7 وغنرجع ل 0 3 6 لان 1 ناقص 1 0 4 ناقص 1 3 7 ناقص 1 6 و 9. من بعد 0 ما كنديهاش فيه كنقص 1 من 3 وانا غادي تعطيني 2 5 8 1 4 7 0 3 6 9 2 5 8 1 4 7 0 3 6 9 نفس الطريقة 0 3 6 9 إلى آخره. إذا جينا نقبطو واحد الرقم عشوائيا مثلا 3 في 45 3 في 5 15 3 في 4 12 والواحد 13 يعني 135 غناخدو 3 في 49 3 في 9 27 3 في 4 12 و 2 14 هي 147. إذا الطريقة صحيحة في كاع جدول الضرب ديال 3 في جميع الأعداد وخا نوصلو حتى ل 200 يعني حتى ما لا نهاية من الأعداد. هاد الطريقة صالحة. ننتقلو للطابل ديال 4. ألوغ بالنسبة للطابل ديال 4 غنديرو الطريقة ديال 3 2 3 2. للطابل ديال 3 درنا 4 3 3 دابا في الطابل ديال 4 كنديرو 3 2 3 2. عرفتوا علاش كنهضر في الصفر كنديرو 3 الارقام الواحد كنديرو 2 0 0 0 1 1 من موراها تكون 2 2 2 3 المرات والعدد اللي وراه تنكرروه 2 المرات 3 3 عاود نكررو 3 المرات 4 جوج مرات 5 3 المرات 6 جوج مرات 7 3 المرات 8 جوج مرات 9 3 المرات 10 وحنا غاديين بنفس الطريقة 13 دونك 3 جوج 3 3 ديال 16 جوج ديال 17 3 ديال 18 جوج ديال 19 3 ديال 20 جوج ديال 21. كنظن كافي باش نعرفو بأن الطريقة راه فيابل وخدامة لكاع الأعداد إلا بغينا نضربوهم في 4. ألوغ بالنسبة للوحدات أو بالنسبة للجهة الأخرى كنكررو واحد السلسلة من الأرقام كيما شتو في جدول الضرب ديال رقم جوج كنا كررنا 0 2 4 6 8 في ديال 3 0 3 9. دابا في جدول الضرب ديال 4 هاد 0 2 4 6 8 غادي نكررو 0 و 4 و 8 و 2 و 6 اذا غادي تولي 0 4 8 2 6 يعني غنبداو بالعدد اللي عندنا لاطابل ديال 8 2 6 دونك 4 8 2 6. اذا هذه السلسله اللي خاصنا نحفظو فقط بالنسبة لجدول 4 ويمكننا نحطوه كامل بسهولة بلا ما نحفظوه. أنا غادي نحط هاد 0 4 8 2 6 في كاع الأعداد اللي عندي وغادي تشوف 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 غنبقى نكررها على الأعداد كاملين 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 قولوا لي واش ماشي ساهل داكوغ. الو غادي نراقبو اون فا فيريفيي 4 فوا 25 سي 100 4 فوا 31 الو 4 فوا 1 4 4 فوا 3 12 شنو اخر 4 في 50 4 في 25 و 0 200 4 في 53 4 في 3 12 نحتفظوا بالواحد 4 في 25 والواحد 21 212 دونك 4 8 12
إذن صحيح في كاع الأعداد كاملة، وخا نزيدو هنايا 4 و55 بون غنديرو 22 و 0 هي 220، 4 و55 220. إذن هذا هو هذه هي لاستوس بالنسبة لطابل دو 4. بالنسبة لطابل 5 هي سهلة أصلا بلا حتى شي ميثود، ولكن عندها اون ميثود، هو أننا نحطو أعداد جوج جوج، يعني 0 0 1 1 2 2. حنا غادي دونك غادي نحطو 0 0 1 1 2 2، وحنا غادي 3 3 4 5 6 دو فوا 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، وحنا غادي حتى بلوس لانفيني، ماشي مشكل. لا بارتي الثانيه ديال الوحدات سهله بزاف، تنحطو 0 و 5 0 5 0 5 0 5 0 5، وحنا غادي الوغ ساهل بزاف لو تابلو دو ملتيبليكاسيون ديال 5. دونك احنا كملنا الاعداد كاملين. انا بور فيريفيي 5 × 22 5 × 2 10 5 × 2 10 1 11. الوغ كاين واحد الملاحظه واحده اخرى، من 5 × 0 حتى 5 × 19، يعني هذا 20 ملتيبليكاسيون كلها، ملي كنوصلو 5 × 20 كنديرو 1 وتنعاودوها. فوالا ريغاردي 0 0 1 0 0 1 0 5 1 10 1 15 1 20 1 25 1 30، يعني كنعاودو لا ملتيبليكاسيون من 0 حتى 19، يعني كندير 1 و 1 و 1 20 مرة، وتنعاود هادي كلها من 0 5 10 15 20، كنعاود نكتبها هنايا حتى 95. في 95 ملي كنوصل 20 1 كندير جوج، كنكتب 20 جوج، ونعاود 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45. حنا غادي ملي كنوصل 95، يعني 295، كندير 3 عاوتاني 20 مرة وهي غادية. دونك هذا كل ما يتعلق بجدول الضرب رقم 5. لا طابل دو 6 الوغ شنو غنديرو هنايا؟ غادي نكررو جوج لوالا، هنا جوج جوج واحد جوج جوج واحد، وحنا غادي دونك 0 0 1 1 2 3 3 4 4 5 11، وحنا غادي 15 16 17 18 19 19 19 20، يعني كل 4 كيتكرر جوج المرات العدد اللول، والعدد الخامس ما كيتكررش. 21 21 22 22 23 24 جوج مرات 25 جوج مرات 26 مرة واحدة، وحنا غادي 27 2 فوا 28 2 فوا 29 1 فوا 30 2 فوا 31 2 فوا 32 1 فوا اكسيتيرا. الوغ هذا بالنسبة للعشرات والمئات. بالنسبة للوحدات، الوغ بالنسبة للوحدات عقلنا على لا طابل دو 4، كنا ديرنا 0 4 8 2 6. دابا غنديرهم بالمقلب، غنديرو 0 6 2 8 4 بالمقلب، 0 6 2 8 4. الوغ نحطو 0 6 2 8 4 ونعاودوها سي بيريوديك، 0 6 2 8 4 0 6 2 8 4 0 6 2 8 4
إذن كل شيء صحيح. ندوزو لطابل 7. لطابل 7. ألوغ هنا كاين شي شوية الحساب وخاصكم تركزوا معايا، يعني نفس الشكل ديال لطابل نيميرو 3. ألوغ غادي نبداو. لطابل نيميرو 7 كتمشي بالخطة 2 2 1، جوج واحد جوج، داكوغ، صفر صفر، واحد جوج جوج، ثلاثة أربعة أربعة، خمسة. هنا فاش كنوصلو للعدد العشر غنديرها لاكولات هنا، عدد العشر صافي، كنوقفو هنا وكنعاودو من جديد، يعني هنا هاد ستة هادي مكيتكررش حيت العدد العشر، داكوغ، هاد سبعة في 9 و 7 في 19 و 7 في 29، العدد ديالهم ما كيتكررش، يعني كيكون العدد العشر، يعني كنحسبو 10، 10 الاولى العشر جداء العشر ما كيتكررش، عاود نحسبو 10 جداء العشر ما كيتكررش. اذا هنا غادي نبداو عاوتاني 7، 7 7 8 9 9 10 11 11 12، وصلنا 10، إذا 13 مغاديش يتكرر. نبداو أ زيرو، 14 14، 15 16، 17 18 19، 27 20، مغيتكررش حيت لو ديزيام برودوي. من موراها هنا 21 دو فوا، 22 اون فوا، 23 23 دو فوا، 24 اون فوا، 25 دو فوا، 26 une fois, c'est la tâche. Le produit, c'est 7 fois 39, c'est 28, ma quitterie. 28, 2 fois, 22, 30, 2 fois, 31, une fois, 32, 2 fois, 33, une fois, 34. Alors, le dixième chiffre ne se répète pas. 35, 2 fois, 36, une fois, 37, 2 fois, etc. دونك اذا كل 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا نيميرو 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نيميرو 10. نيميرو 10، نيميرو 10، العدد ما تيتعاودش. كنكونوا غاديين مع واحد السلسله باش كنوصلوا لجداء العشر، ما كيتعاودش العدد هنا. او العدد اللي قبل العدد اللي كيكون مضاعف لسبعة ما كيتعاودش، يعني العدد اللي قبل سبعة، العدد اللي قبل 14، العدد اللي قبل 21، العدد اللي قبل من 28، العدد اللي قبل من 35 الى اخره. غندوزو للوحدات. الوحدات خاصكم تركزوا معايا شي شويه. بون، كاينة واحد السلسلة هي 0 7 4 1، 0 7 4 1. ألوغ 7 غنزيدو عليها 1 تعطينا 8، 4 غنزيدو عليها 1 تعطينا 5، 1 غنزيدو عليه 1 غيعطينا 2. إذن هاد السلسلة 8 5 2 هي اللي غادي نحطو هنا. من بعد غادي نزيدو 1 9، نزيدو 1 على 5 6، ونزيدو 1 على 2 3. دونك 9 6 3 هي اللي غادي نحطو هنايا. نزيدو 1 على 9 10، نزيدو 1 على 6 7،
نزيد واحد على ثلاثة أربعة. ألوغ هنا عشرة عندنا الغرض غير بالوحدات غناخدو غير الصفر داكوغ. إذن غتولي عندنا صفر سبعة أربعة. رجعنا للأول يعني غناخد صفر سبعة أربعة واحد. غنحط صفر سبعة أربعة واحد ونعاود من جديد. غتولي عندي تمنية خمسة جوج تسعة ستة ثلاثة. دونك تمنية خمسة جوج تسعة ستة ثلاثة. ملي نوصل تسعة ستة ثلاثة عاوتاني صفر سبعة غتولي بيريوديك. صفر سبعة أربعة واحد تمنية خمسة جوج تسعة ستة ثلاثة. نفس لا بيريود. صفر سبعة أربعة واحد تمنية خمسة جوج تسعة ستة ثلاثة إلى آخره. وحنا غاديين إذا كملنا لا تابل دو ميتيبليكاسيون باغ سات. غادي نشوفو غناخدو مثلا سبعة في ثلاثة وربعين. سبعة في ثلاثة واحد وعشرين. سبعة في أربعة تمنية وعشرين وجوج ثلاثين صحيح. سبعة في أربعة تمنية وعشرين. سبعة في أربعة تمنية وعشرين وجوج ثلاثين صحيح. غناخدو سبعة في واحد وخمسين. سبعة في واحد سبعة. سبعة في خمسة خمسة وثلاثين. إذا كلهم صحاح. سبعة في أربعة وثلاثين. سبعة في أربعة تمنية وعشرين. سبعة في ثلاثة واحد وعشرين وجوج ثلاثة وعشرين. إذا كل شيء صحيح. إذا هذه الطريقة باش نكتبو لا طابل دو ميتيبليكاسيون بلا ما نحسبو. ندوزو لا طابل ويت. لا طابل ويت ألو غادي نديرو كاع الأعداد المضاعفة لربعة هي اللي كتكرر. دونك صفر صفر واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة مضاعف لربعة. خمسة ستة سبعة. ثمانية ثمانية. تسعة عشر أحداش. اثناش اثناش. ثلاثة أربعة عشر خمسة عشر. ستة عشر ستة عشر. سبعة عشر ثمانية عشر. إذا لاحظتوا المضاعفات ديال الأربعة هي اللي كتكرر. عشرين أربعة وعشرين. ثمانية وعشرين. اثنين وثلاثين. ستة وثلاثين. أربعين. واحد وأربعين. اثنين وأربعين. ثلاثة وأربعين. وإلا درنا أربعة وأربعين غادي نكرروها نديرو أربعة وأربعين أربعة وأربعين. هذا بالنسبة للعشرات والمئات. بالنسبة للوحدات غنرجعو لديك الترتيب ديال جدول الضرب ديال جوج. لا طابل دو دو. لا طابل دو دو كانت عندنا سلسلة ديال صفر جوج أربعة ستة ثمانية. بالنسبة لجدول الضرب ديال ثمانية غناخدوها بالمقلوب. صفر ثمانية ستة أربعة جوج. ثمانية ستة أربعة جوج. وغادي نحطوها وغادي نكررها حتى نسالم. إذا صفر ثمانية ستة أربعة جوج. صفر ثمانية ستة أربعة جوج. صفر ثمانية ستة أربعة جوج إلى آخره. احنا كملنا. غادي نشوفو مثلا 8 في 4 32. 8 في 2 16 و 3 19 صحيح. 8 في 5 40. 8 في 2 16 و 4 20 200 صحيح. 8 في 7 40. دونك 8 في 7 56. 8 في 4 32 و 5 37 صحيح. 8 في 5 40 و 0. 8 في 1 8. 8 في 5 40. اذا صحيح. ندوزو لا طابل دو 9. لا طابل دو 9 غادي نكتبو الاعداد هنايا حتى ل 9. المضاعفات ديال 9 هي اللي تتكرر داكوغ. دونك 0 0 لان 0 في 9 0 غنعتبرو مضاعفه 9. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تسعود من المضاعفات ديال تسعود. تسعود في واحد تسعود. إذا غنكررو تسعود. غنكملو عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمسطاش ستاش سبعتاش ثمنطاش من المضاعفات ديال تسعود. إذا غنكرروها. غنزيدو حتى سبعة وعشرين مضاعفات ديال تسعود. غنكتبوها جوج مرات.
28 نكملو حتى 36 من المضاعفات ديال 9 37 38 حتى 45 غنكررو 45 46 47 48 الى اخره وحنا غاديين هكا المهم 9 18 27 36 45 بالنسبه للزونيتي الوحدات كنكتبوا الارقام تنازليا يعني كنبداو صفر كنبداو بالسعود وكنقصوا واحد 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اذا هذه السلسله هذه اللي مكتوبه بالمقلوب يعني الاعداد 1 2 3 9 0 بالمقلوب 9 8 7 يعني كنبداو الاعداد تنازليا غادي نعاودوها عدة مرات 0 9 8 7 3 2 1 عاوتاني نفس الشيء وغادي نكرروها حتى نساليو لا طابل ديالنا دونك 9 في 12 9 في 2 18 9 في 1 9 في 1 10 188 9 في 81 9 في 2 18 و 8 26 فوالا هي هاديك 9 في 0 0 9 في 3 27 9 في 8 72 9 في 4 36 و 7 43 صحيح اذا كله صحيح غندوزو لا طابل دو 10 لا طابل دو 10 خلاص ساهله ماشي شي حاجه صعيبه ولكن غادي نديروا لها لا ميثود ديالها لا طابل 10 اي عدد عندي هنا تنكتبو يعني كنكتب الاعداد بدون تكرار 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حنا غاديين حتى كنكملو فين ما حبسنا ومن بعد الوحدات كنكتبو غير الاصفار كنديرو كنزيدو صفر على اليمين اذا هذا كل ما يتعلق بجدول الضرب وبهذا لا ميثود غادي تكون لا طابل دو ملتيبليكاسيون اي ميتريزي اون كلكو مينوت دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وعجبتكم الطريقه وشكرا على انتباهكم ميرسي بور فوتر اتونسيون الى اللقاء